بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء كتابا في قرآن
وذلك الفضل.
ومنهم
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم Woo!
أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل به لقضي الأمر بيني
والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كرب ثم أنتم
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب
وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب
وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم شفعاءكم الذين
شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب شابه
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا
بالآخرة وليرضوه
وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إِنَّ
الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وليلبسوا عليهم دينهم
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء لكم عدو
اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل ذلك جزيناهم
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هداني ربي إلى صراط
وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.